الرحمن الرحيم من ساحة المسجد الإبراهيمية الشريف في مدينة الخليل، نطلع عليكم في هذه النافذة لنوثق من خلال ما سترصده عدسة الكاميرا بعد قليل قيام الاحتلال والمستوطنين برفع علم الاحتلال على سطح وجدران المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل في صورة فيها كل معاني الاستفزاز للمسلمين أصحاب الحق والملكية في المسجد من حيث المكان ومن حيث البعد الروحي والديني أيضا. هذه الصورة تأتي بعد أيام قليلة من شهر رمضان المبارك الذي شهد هذا المسجد تواجدا كثيفا وأكثر من رائع للمسلمين، تحديدا في صلاة الجمعة في ليلة القدر في يوم عيد الفطر السعيد. أيضا شهد المسجد الإبراهيمي وساحاته اكتظاظ كبير وتواجد مكثف من السكان والمواطنين الفلسطينيين. هذا الأمر واضح أنه أزعج الاحتلال. الرد يأتي من خلال رفع الأعلام الاحتلالية على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف. للحديث أكثر في هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب مباشرة على الهواء مباشرة بالأستاذ غسان الرجبي مدير الحرم الإبراهيمي الشريف. أستاذ غسان مرحبا بك. هذه صور استفزازية، الأوقاف استنكرت ما جرى وما يجري في المسجد الإبراهيمي الشريف، في أي إطار يأتي ذلك في اعتقادكم؟ بكل تأكيد استمرار الجرائم بحق مقدساتنا ومن ضمن جرائم الاحتلال في ساحات وأروقة الحرم الإبراهيمي الشريف. لم ينتظر الاحتلال انتهاء من فترة عيد الفطر المبارك في أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف، قام باستفزاز آخر من الاستفزازات المتكررة والمستمرة في أروقة الحرم بإضافة الأعلام الاحتلالية الإسرائيلية على جدران وعلى سطح الحرم الإبراهيمي الشريف. ذو التاريخ الإسلامي المعروف وذو المآذن الشامخة المعروفة، هذا المكان ترفع منه مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف صادحة بقول الله أكبر في كل وقت من أوقات الصلاة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي مصر لتشويه هذا المعلم ببعض الأعلام الاحتلالية الإسرائيلية. الاحتلال الإسرائيلي لم ترق له التواجد الفلسطيني في خلال شهر رمضان على كافة أوقات الصلاة وخاصة أيام الجمعة وليلة القدر وجميع أوقات الصلاة وكذلك أيام عيد الفطر المبارك. قام الاحتلال بتعليق هذه الأعلام كخطوة استفزازية لمشاعر المسلمين وليس فقط المسلمين وحسب، بل كل أحرار العالم. هذا المكان هو مخصص للعبادة للمسلمين، لكن الاحتلال مصر أن يستفز مشاعر المسلمين وكذلك يخضع لكل أوامر المستوطنين من بسط السيادة والسيطرة والانتهاكات والجرائم والاعتداءات الخطيرة على الفلسطينيين وعلى الزائرين لهذا المكان الطاهر. في ليلة القدر اعتدى الاحتلال على المصلين والمرابطين هنا في المسجد الإبراهيمي الشريف. التضييقات لم تتوقف في شهر رمضان المبارك وإن كان الحرم مفتوح للمسلمين بكل أقسامه وساحاته. قلت أن هذه صورة أزعجت الاحتلال. ما المطلوب اليوم تجاه المسجد ما بعد رمضان وما قبل رمضان؟ مدام هذه الصورة تزعج الاحتلال، مدام هذا التواجد الكثيف للفلسطيني في المسجد الإبراهيمي الشريف يزعج الاحتلال، ما المطلوب إزاء ذلك؟ المطلوب والشيء الذي ثبت وأثبت جدارته في الأماكن المقدسة هو التواجد الفلسطيني في هذه الأماكن. هذه الأماكن سواء في المسجد الأقصى المبارك الذي يحاول الاحتلال سحب التقسيم الزماني والمكاني الذي حدث قبل 30 عاما في هذا المكان الطاهر للمسجد الأقصى المبارك لا قدر الله، الآن كل مخططات الاحتلال باءت في الفشل في المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال شهيته كبيرة تجاه أملاكنا الفلسطينية وكذلك مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وهذا ما شاهدناه في كل مكان سواء في المسجد الأقصى المبارك، كنيسة القيامة، في الحرم الإبراهيمي الشريف، في غيرها من الأماكن الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي بسط السيادة اللعينة والسيادة اللا أخلاقية على هذه الأماكن التي هي تعبر عن اللا أخلاقية الاحتلالية الموجودة في داخله. هذا المشهد هو كافي لإيصال الصورة بأكملها عن وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد سرقة وسلب ونهب أكبر قدر ممكن من مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. رغم الإجراءات الاحتلالية، رغم الحواجز الموجودة عند مدخل المسجد إبراهيم الشريف، لكن أستاذ غسان الأمر ليس صعبا أن يصل الجميع هنا إلى المسجد. قبل أيام التقيت برجل ستيني من الخليل يقول لي لم أزر الحرم قط في حياتي. التقيت أيضا بنساء وكبار وصغار أيضا من سكان الخليل يقولوا أننا لم نزور الحرم قط في حياتنا.
يعني ما المطلوب في اعتقادكم؟ المطلوب هي الزيارة وتكرار الزيارة. الموضوع الآن ليس صعبة، ليس كذلك؟ بكل تأكيد اليوم أصبح فقه الحاجز موجودا لدى أبناء شعبنا. الاحتلال الإسرائيلي يريد من الحواجز العسكرية التي زرعها في مدينة الخليل وفي البلدة القديمة في مدينة الخليل، الهدف الأساسي منها هو ترهيب الفلسطيني وإيجاعه وكي لا يعود لهذه المنطقة مرة أخرى. لكن الفلسطيني أصبح اليوم لديه فقه الحاجز، هذا الحاجز لن يكون حائلا أمام الوصول أمام مقدساتنا، ولن أتقبل هذا الحاجز. سوف يأتي يوم بإذن الله كما تتحرر أراضينا وتتحرر مقدساتنا، سنزيل هذه الحواجز اللعينة التي يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يمنعنا من الوصول لأماكننا ولقلبنا النابض. هذا عنوان مدينة الخليل، يجب أن يأتي في كل مرة وليس فقط مرة في حياته أن يأتي. اليوم يجب أن يكرر الزيارة، إذا لم يكن شهريا ليكن أسبوعيا، وإذا لم يكن أسبوعيا ليكن يوميا، لأداء الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الحرم الإبراهيمي الشريف وتجاه كل مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. شكرا جزيلا لك الأستاذ غسان الرجبي، مدير الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، متحدثا عن الإجراءات الاحتلالية التي توثقها الكاميرا كما تشاهدون في هذه اللحظات، رفع لإعلام الاحتلال على سطح وجدران المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل في صورة تستفز مشاعر المسلمين. وكما تحدث ضيفنا قبل قليل، التواجد الكثيف للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك في المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بات واضحا أن هذه الصورة أزعجت الاحتلال وأزعجت المستوطنين، وردهم كما تشاهدون خلفي في هذه الصورة رفع لأعلام الاحتلال على جدران وعلى سطح الحرم الإبراهيمي الشريف. نكرر ونؤكد على ما تحدث به ضيفنا قبل قليل على أهمية وضرورة التواجد الدائم في المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والأمر ليس صعبا، ولم يكون هذا الحاجز أو سلسلة الحواجز المؤدي إلى الحرم حائلا دون وصول الناس إلى المسجد الإبراهيمي الشريف. نتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مقدساتنا ومساجدنا من كل سوء ومكروه، ومن الضرورة بمكان الواجب الديني والوطني والأخلاقي أن يتواجد الناس في المسجد الأقصى، في المسجد الإبراهيمي، في كل الأماكن المقدسة. دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.